عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بصوا، النهارده هنلعب لعبه جديده، واللعبه دي كانت من اقتراحاتكم. تمام، في حد بعت لي الكود بتاعها على الانستجرام وانا ما استخدمتوش، بس تبقى انتوا عارفين هو اسمه احمد داود. بس احمد، يعني انا شكرا جدا ان انت بعتها لي. يعني انا الكود ما استخدمتوش، فانت ممكن تديه لاي حد. بس هي اللعبه في مرحله البيتا، وعشان تلعبها لازم يبعت لك كود. فانت لو عملت ريجستر على الويب سايت بتاعها هيبعتوا لك الكود في خلال يوم او يومين، لان انا ده اللي انا عملته بالظبط. برضك اقول لكم لو الكود جالي، اقول لكم الكود جالي ازاي يعني. تمام، بس فانا جربت اعمل ريجستر على الويب سايت بتاعها، فبعتوا لي 3 كودات، كود ان انا استخدمته، وكودين قالوا لي لو انت عايز تلعب مع اصحابك يعني. فانا هسيب لكم الكودين دول في الكومنتات، عشان برضك لو انتوا حابين ان انتوا تستخدموه. فعملنا اللعبه دي باتل رويال، عشان بس ما نقعدش نرغي كتير، وخلينا نخش كده على براكتس باتل رويال. يلا باتل رويال سولو، يلا بيوس، يلا دارك كلاس. والله معايا هات فاير يا ريس، هات، احنا بنولع في اي هات فاير. يلا يلا يلا. بصوا، هي اللعبه دي باتل رويال، بس اللعبه مش زي مثلا وور زون ولا اي حاجه من دي، هيبقى فيها اسلحه، لا هي حاجات بقى اللي هو بس فيها جو سحر وجو بقى ايه، شعوذه وبتاع، ونقعد نرمي بقى حاجات على بعض والجو ده. ببجي لما كان فيها اللي هي بتاعت الويزرد وبتاع، هي يعتبر نفس الحكايه، هي بتقطع ليه؟ ولد اوعى تقطع السكيلز بتاعتها او البتاع، عارف انت جو بتحدف نار وبتاع والجو ده. وفي حاجه بقى من لمها من الارض، بس مش عارف ايه هي. ففي معلومات بردك انا لسه بردك مش مستوضحها، هنستوضحها مع بعض واحنا بيتحط علينا. انا بس نعمل السيتنج ونخش على الاوديوز ونقلل الاوديو شويه، عشان انا ودني باظت. والله ما عارف يا اسطى ايه الموضوع ده، بس هي دي حاجات بقى احنا بنجيبها وبنرميها على الناس بس. فهي الفايت المفروض ان هو بيطول شويه، بس فاللعبه الجرافيكس بتاعها ظريف. ابريشيشن كالعاده، الابريشيشن اللي هو ال ايه ده؟ اوكي. ابريشيشن، لا اله الا الله. ايه يا اسطى؟ وانا دوست على ايه؟ وانا مت؟ فيلينج اوي؟ وانا موت حد؟ ولا حد موتني ولا ايه؟ بس ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه؟ وضع ان احنا متنا تقريبا، الله اعلم. اوكي طيب. طب انا قتلت حد طيب؟ نوب. ان دي اللعبه لسه زيكم، زي ده اول ماتش تقريبا، ان انا ده اول ماتش تقريبا. ايه هو اول ماتش؟ ده اول ماتش يا جماعه ان احنا لعبناه مع بعض. فاهلا بكم في هذه اللعبه الجميله جدا. ده في حاجات تقريبا احنا ممكن نفكها مع الوقت. اوكي، هي تقريبا مع السكيلز او البوينت اللي انت بتاخدها، او مع الاكس بي اللي انت بتاخدها تقريبا، بتقعد تفك حاجات. وده الكلاس بتاعك او اللود اوت بتاعك. فده مثلا ايه؟ بوتنشن انرجي، وده فاير، وده فروزن. هات الفاير، هات الفاير، خلينا الفاير. هو الفكره ان انت عايز تبقى انت بتفايت في حاجه زميلك بيدب معاك. احنا دخلنا سولو خلاص، احنا فهمنا دلوقتي ان اصلا ان الماتش اصلا بيبقى فيه 10 بس. اوكي، دي الحاجات اللي هي ان انا ممكن استخدمها. ماشي، ده ليجندري، ده ايبك، دي اعلى حاجه في كل حاجه تقريبا. ده بيعمل ايه كده؟ اوه، فيها ابيليتي كتير الواحد عايز يفهمها، عشان في هاري عمال يا عمي خلاص يا اسطى، خلاص يا اسطى خلاص، هو اي هبل في الجبل وخلاص يا حبيبي. في جو تعارف هنا. بس كده، اهدى بقى، نرمي على الناس التانية، نصاحب الناس دي ونرمي على الناس التانية. اللعبة ظريفة يعني، هي لا هي بس عايز بس تفهم ال تفهم الابيلتي بتاعت كل واحد، وازاي تعمل ميكس ما بينهم بس، مش اكتر. لكن كفايتات وبتاع، يعني هنخش سولو دلوقتي، اعتقد ان احنا ممكن نعمل حاجة او فاهم معايا. الواد ميت دمج جدا، الواد ميت دمج. استنى يا اسطى، خد يا الواد مات، ده مات مات. انا لسه عمالين بنتكلم، لسه عمالين بنتكلم. هنريح دلوقتي، بص حد هيخش دلوقتي في السيرد بارتي، هوبا هيريحنا. انا عملت ايه؟ عملت حاجة بس مش عارف عملت ايه يا جدعان. في حاجات انا بستخدمها بس مش عارف ايه هي بالظبط. ماشي، اهو الموضوع ظريف يعني، لو دخلت سولو الموضوع هيبقى ظريف. ابجريد ابجريد يا اسطى. ماشي، ده ايه ده؟ عملت حاجة بس عملت ايه مش عارف. اوكي، ده الشيلد، هيدينا الشيلد قد ايه طيب؟ ايه ده؟ هو بيعبي شيلد بس مع نفسه، بيطلع حبة حبة كده. ماشي، فاضل 4-2-1 which is nice. هي الفكره ان انت فعلا لو هي لو لعبتها مع حد وانتوا مش فاهمين بعض او مش فاهمين اللعبه اصلا زي حالاتي كده، تمام، الموضوع بيبقى مش ظريف. في تقريبا بصوص
بتعلى اكتر، واحده بتعمل تليبورت والثانيه بتروح بتطلعك فوق بزياده. ده بيعمل ايه؟ ويت ويت عشان حد هيجي يريحنا دلوقتي. بص لا، الفكرة ان انت تعمل ميكس للحاجات دي كلها مع بعض وتروح مريح اللي قدامك. بس المشكلة ان احنا اللي بيحصل كالاتي، ان احنا هنعمل ميكس ده كله هيرد فيا انا هريح. لا ما ترجعنيش يا يخرب بيتك ولا استنى يا ابو عمو هنتفاهم مع بعض. البتاع اللي في النص دي بترجعني يا جدعان. لا احنا كنا عايزين حاجة اللي هي بتدي جامب. مات؟ مات ولا ايه؟ اهو ما تدوش شيفت يا ابو اسماعيل. ابو دوش شيفت برجع تاني. يخرب بيت القلش. والواد راح فين؟ ايه القلش ده؟ لا اله الا الله. باي. هتريح الواد ماسك القلعه وعايش حياته عمال بيدب جامد. انا دوست بتاع بتاعت الشيفت دي تقريبا بترجعني في التايم تقريبا حاجه زي كده. عايزين شيل. رجعتني في نفس المكان يا عم. رجعتني في المكان اللي انا كنت واقف فيه. الواد شغال زي الفل ماسك البتاع وعمال بيضرب. لا هتضرب هضرب. انت بتتكلم في ايه؟ تعال لي يا ابو عمو. بس استنى بس اجيب حاجات هنا. استناني بس اضرب حاجات على السريع. اوكي 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 اوكي. ما عنديش اي فكره بقى المره دي الشيفت دي الشيفت هتعمل ايه المره دي. بس واضح ان انا هريح. فاضل اربعه. اوكي نتفرج ولا ايه؟ باي يا فجرتي. لا اله الا الله. يلا يا ابو عمو رب. لا باي معلم. ده كذا واحد اصلا وكله هيدب في بعضه. اوكي انا عايز اقف بعيد في الهري ده. الواد اتبهدل. الواد اتبهدل. امسك القلعه. امسك القلعه. اوكي انا المفروض اتحرك على البتاع. اوكي في حد هنا اصلا. المره دي الشيفت اللي احنا خدناه دي جامده جدا. بتطلعنا كاننا زي الريشه. بس هنخش رايح. بص بص بص. لا اله الا الله. في ناس بتتدمر. لا اله الا الله. انا هريح. There is no way to go. طبعا انا ايه معيش البتاع معيش اي هيلث. انا فجأة انا كنت فجأة كنت داخل مع حد في فايت تمام وفاكر ان انا مسيطر على الموضوع. طلع الموضوع لا ما كناش مسيطرين. بس عامة يعني يا رب عجبكم الفيديو. حابين نشوف فيديوهات تانية من العاب مختلفة اتاكد انتم لايك وسبسكرايب وشوف كل الفيديو الجاي. سلام. تابع انا فوق عمارة تابع. تحس ان انا بلعب ورزون. نعم ورزون تقبس. ساعدني طيب. ما انا لو جيت ساعتها هطين الدنيا. طب ضمن لي على الاقل الهليكوبتر. اوكي تمام. ميرسي. لا لا ها. يا عم الفرامل اليد.